أنا المواطن زليقة يحيى الكعبي، صاحبة مزرعة زيت كي بنان بمنطقة جيزان. نملك مزرعة مساحتها ما يقارب 120 معاد، فيها ما يقارب 100,000 شجرة من الموز. بدأ الحمد لله الإثمار الآن. المزرعة تنتج سنويا بمشيئة الله ما يقارب 20 طن. الموز السعودي، والله إنتاج فاخر. الآن جاهز للأكل الموز؟ هذا باقي ياخذ 3 أيام إلى 4 أيام في الثلاجات للتخمير والإنضاج ويصير جاهز للأكل. الموز وجبة أساسية في السفرة الجيزانية. أشجار الموز في وادي بيش.